السلام عليكم، معكم سفيان نجاح الإدريسي، 24 سنة، من مدينة الجديدة. بالنسبة للتجربة الاجتماعية اللي درت ديال مغربية طلب الإفطار في رمضان، التجربة جات بالصدفة. أنا كنت في مدينة الدار البيضاء، بالضبط بحي بورنازيل، وطاحت عليه الفكرة ديال التجربة الاجتماعية، خصوصا أننا كنا في ذاك الشهر الكريم وكنشوف ردود فعل الناس مع المتشردين والفقراء. قلت علاش ما نديرش واحد التجربة اجتماعية ونوصلها الناس بأن المازال في المغرب الحمد لله الناس باقي فيهم الكرم. عيطت لواحد الدري صاحبي وصور ديك التجربة الاجتماعية في حي بورنازيل، وصراحة ما كنتش كنتوقع غادي تلقى دوك الإقبال كبير من طرف الجمهور المغربي. شافوها يعني مشاهدين عرب، مغاربة خارج المغرب، لقات واحد التفاعل كبير. الصفحات المغربية بارطاجوها بزاف، صراحة عجبني الحال وعطيت واحد صورة زوينة على المغاربة وعلى كرم المغاربة خصوصا في الشهر الكريم، ووصلت واحد الميساج بأنه خاصنا نبقاو نتعاملوا هكا مع أي واحد غادي يوقف في طريقنا محتاج أننا نساعدوه. هذاك الفيديو اللي حطيت تقريبا يعني كامل ما منقوص ما زيد، الناس اللي دوزهم هم اللي كانوا، يعني حتى شي واحد وقفش عليه قلت لي راه محتاج انني نفطر وقال لي لا، يعني دوك الناس كاملين اللي وقفش عليهم هما كاملين اللي داتوا الفيديو وكاملين اكسبتاو باش نفطر عندهم. بكل صراحه لاول مره كنفتخر براسي، واول مره كنفتخر انني كندير شي حاجه زوينه، لانه ملي دخلت قريت الكومونتيرات يعني صراحه ما كاينش شي كومونتير اللي لقيته خيب، كل شيء كيشكر لا في الناس اللي تعاملوا معي مزيان لا في صاحب التجربه. يعني هذيك التجربه زادتني شهره، يعني الناس اللي ما كانوش كيعرفوني ولو كيعرفوني، كي الناس كيتلاقوني في الزنقه كل واحد شنو كيقول لك، يقول لك سفيان تقدر لنا بحال التجارب الاجتماعيه، سفيان تبارك الله عليك درتي فيديو زوين. هذا الشيء راه حفزني، وان شاء الله في هذا رمضان غادي نحاول ندير مزيد من التجارب الاجتماعيه اللي غنحاول نوصل بها واحد الميساج زوين، ونحاول انني نهز الدرابو ديال المغرب، لان التجربه هذه بارطاجوها الصفحات العربيه وبينوا على كرم الضيافه ديال المغاربه. بصراحه في البدايات ديال الافلام القصيره في المغرب كانوا افلام صراحه توعويه، كانوا افلام زوينه، كانوا افلام كيوصلوا بهم ميساج. مؤخرا ولا اي واحد كيدير فيلم كيدخل فيه الاجرام، وهذا الشيء كيساعد او لا كيتانسبيرو منه الدراري الصغار بزاف. يعني الا لقيتي المشاهدات بزاف كتلقى مثلا ملايين ديال المشاهدات، ولكن الاغلبيه ديالهم الدراري الصغار، يعني الناس اللي بعقلهم راه ماشي يتفرجوش في داك الشيء، يعني هادو تشي يحاولوا حفزوا الدراري على الاجرام. هذا الشيء ما خدامش. كنتمنى ان المحتوى ديال الافلام القصيره في المغرب يتبدل ويرجع للسابق العهد ديالو ويوصلوا فيه رسائل. كاينين افلام قصيره دابا في المغرب فيهم شويه الاجرام، ولكن من الواقع المعاش، يعني ضروري انك خاصك تدخل شويه الاجرام باش شبيه الواقع المعاش، ولكن باش نزيدوا فيه بزاف اكثر من القياس فراه كنشجعوا على الاجرام، وخصوصا ان الدراري الصغار كيتانسبيرو من هادشي بزاف. حنا خاصنا الدراري الصغار يتعلموا منا شي حاجه، يستافدوا منا، ما خاصهم يتانسبيرو من شي حاجه في الاجرام وفي العنف. الفكره ديال القناه كانت بالضحك، من وراء بانني شديت الباكالوريا في ثانويه بن خلدون، التحقت في جامعه الحسن الاول بسطات. كنت كنتفرج في الدراري اليوتيوب بالمغرب، كنت كنتفرج في لي فلوغر ديالنا ايوب عاقيل، وتحيه لايوب عاقيل والدراري ديال الفلوغ اللي كانوا. طاحت علي الفكره انني ندير فيديوهات. دخلت مع واحد الجمعيه سميتها جمعيه شباب مازاغان، تحيه للناس ديال شباب مازاغان. دخلت معاهم، ومن بعد يعني هذيك الجمعيه كانت كدير يعني كانت كدير لي زيفينمون وداك الشيء، هذاك الشيء حفزني باش ندير لي فلوغ فيه. الحمد لله بديت في اليوتيوب عن طريق هذيك الجمعيه، وبقيت خدام معاهم، وهما كيجيبوا خصوصا انهم كانوا كيجيبوا المشاهير ديال اليوتيوب، وتخلطت مع دوك المشاهير وعرفت الدراري ديال اليوتيوب، وعطوني افكار وعطوني كيفاش ندير وشجعوني، ومن تما وانا غادي في المسيره ديالي حتى وصلت الحمد لله لهذا المستوى هذا. بطبيعه الحال اثر علينا بزاف، لان تقريبا كنا في كل اخر سنه كيكون واحد الميت اب، كيكون في جمهور كبير، وكيكون في بنادم تيجي من جميع المدن. يعني في اي بلاصه درت الميت اب كتلقى بالناس، كنت كتخرج للشارع، يعني اذا درت شي غير شي ميتينغ غير في شي ساحه ولا شي بلاصه كيجي الجمهور. كنا كنديروا دي زيفينمون اللي كيحضروا فيهم الجمهور ديالنا، الناس كتخلص فلوس باش كتجي تلاقى بيك. دابا مع هذا الوباء تحبس كل شيء تقريبا، ما والو، اثر علينا بزاف، خصوصا الحاله النفسيه ديالنا حتى هي تاثرات بزاف.
كنتمنى ان هذا الوباء يزول ونرجعوا ان شاء الله للسابق العهد ديالنا ونرجعوا نتلاقاو بالجمهور ديالنا اللي كيبغينا ونرجعوا نديروا ليميت اب ديالنا ونرجعوا كيف ما كنا ان شاء الله. الناس اللي كيستغلوا الانترنت في مواد سلبي يعني داك الشيء ماشي دائم، عنده واحد مده قصيرة وكيزول، أما المحتوى الجميل فكيبقى دائم. إلا شفنا دابا الناس اليوتيوب القدام فراه باقي مستمر والحمد لله راه وصلوا لواحد المستوى كبير، خصوصا الناس اللي وصلوا التلفازة. أما دوك الناس اللي كانوا كيديروا محتوى رديء فراه ما بقاوش كيعرفوهم الناس، عندهم واحد المدة محددة كيتشهروا فيها ومن بعد ما كنبقاوش نعرفوهم، على عكس الناس اللي كيديروا فيديوهات زوينين. كنتمنى أن المحتوى في المغرب يتبدل، لأنك اللي باغي توصل لشي حاجة عمرك ما تطمع في الشهرة الخايبة، شوف الشهرة الزوينة واخا تجي معطلة. الشهرة عطاتنا بزاف د الحوايج، منها إيجابية ومنها سلبية. إلا درتي شي فيديو زوين راه كتخرج للشارع كيطلعوا بك الناس كيفرحوا بك كيسلموا عليك، كتحس براسك انك كتفتخر براسك، كتحس براسك راك درتي شي حاجه زوينه حتى العائله ديالك. اما الا درتي شي حاجه خايبه فكن على يقين بان الناس غادي تعايرك في الزنقه غير من بعيد، ما يعني ما يقدرش شي واحد يجي واجهك فاس، ولكن غير من بعيد. بحال مثلا انايا ملي كندير مثلا شي فيلم قصير يعني ماشي ما كنقولش ماشي في المستوى، ولكن ماشي في المستوى المطلوب ديال الجمهور، كنكون جالس غير مع صحابي ولا شي حاجه يعني كيلوحوا لي غير بالضحك فيلم خايب عيان، يعني داك الشيء كيخليني انا مرضاش وكنمشي نقلب على فكره جديده وكنخدم وكندمر باش ندير فكره احسن منها. هذه هي عواقب الشهره، يعني اللي كنتي معروف ودير شي حاجه خايبه فكون على يقين بان انتقادات غادي تجيك من جميع المواقع. اما اللي درتي شي حاجه زوينه فراه غادي تفتخر براسك. يعني انا جوني تقريبا بزاف الفرص باش انني نكون في التلفازه، غير هو العجز والدراسه هما اللي ما خلوناش ندوز لي كاستينغ في كازا. جوني بزاف العروض ما كانوش في الوقت المحدد، جوني في الاوقات ديال الامتحانات، يعني كما كتعرفوا القرايه الاولى وداك الشيء ديال التمثيل وهادشي كيجي من بعد. كنتمنى ان تجيني واحد الفرصه ان شاء الله ويشوفوني الناس، وان شاء الله عندي واحد الامنيه وباغي نحققها وكنامن بانني ان شاء الله غادي يولوا يشوفوني الناس في التلفازه. الا ما نجحت في اليوتيوب ان شاء الله غادي نبان في التلفازه المغربيه، وإلا جاتني شي فرصة باش أنني نمثل في شي فيلم أو لا مسلسل أو لا أي برنامج تلفزيوني، فأنا يعني موعد راسي بأنني غادي نقنع وغادي نعطي كل ما عندي باش يكون عند حسن ظن الجمهور وباش أنني نبقى في المستوى الحقيقي ديالي. هذا هو السؤال يعني اللي ما نقدرش نعطيك واحد الجواب عليه، لانني دابا لحد الان موالف هذا اليوتيوب ولفته بزاف، يعني كنقدر انني ما ندير شي فيلم سيمانه ولا شي حاجه يعني كتجيني غريبه وما يعني ولا تحل الموهبه ديالي، يعني الا سمحت فيها خاصني نكون يا اما خدمت يا اما كما قلت لكم يعني لقيت خدمه في التلفزيون. الا كنت غير جالس وما كنديرش اليوتيوب فكنظن اني ما نقدرش نتخلى على اليوتيوب. يوتيوب كما قلت لكم الا درت شي محتوى زوين ما غاديش تقدر تعيش فيه، اما اذا درت شي محتوى خايب فكون على يقين غادي تعيش وتعيش والديك، ولكن داكشي ما دايمش. شكرا الناس اللي كيتابعوا جريده شي اسبريس، شكرا للجمهور ديالي، كاع الناس اللي كيبغونا، وكنوجه رساله للناس اللي كيديروا محتوى في اليوتيوب او انستغرام او لجميع مواقع التواصل الاجتماعي انهم يديروا شي حاجه مزيانه، لان كما قلت الشهره يعني فيها الخيبة وفيها الزوينة، ومن الأحسن أنك تشهر شهرة زوينة وخرجي مع الطلاق، أما الشهرة الخيبة عنده واحد المدة محددة وكتزول وما كتعطيكش واحد القيمة عند الناس، بالعكس كتطيح من القيمة ديالك. كنتمنى أن الناس تبدل المحتوى ديالها، وكنتمنى أنهم يحاولوا تأنسبيرو من الناس اللي غادي يزيدوا بهم القدام ماشي اللي غادي يطيحوا بهم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.